كان إيه شعورك يوم تنصيب أو انتخاب مرسي رئيساً لمصر؟ لا، كان يوم سيء جداً، يوم صعب جداً وقاسي، ويمكن أنا من الأشخاص اللي يعني بيبكوا قليل جداً في حياتهم، لكن يوميها الحقيقة كان يوم حزين جداً جداً، لك الصدمة صدمة، وكانت في نظرة كده لمستقبل غامض جداً جداً. وساعتها خفت قوي على ولادي أكتر ما خفت على أي حاجة، خفت على مصر طبعاً، وخفت على ولادي حقيقة.